تفاصيل اكتر. خلونا ناخد الناقد الرياضي الاستاذ محمد العراقي، مشرفني ودايما منورني وبسعد بيك. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كل متابعي قناه تايم سبورت. يعني في البدايه كده عايز اتكلم عن حمودي ورحيل حمودي عن النادي الاهلي والاستغناء من قبل اداره النادي الاهلي. طبعا يعني زي ما اتكلمنا قبل كده يحيى، كنت اتكلمت معاك ان الاهلي عنده مشكله في موضوع الصيد، عنده لعيبه كتير جدا ما تمش صيدها. الاهلي سجل 26 لعيب، عنده اكتر من 15 لعيب ما كانوش ما عندهمش مكان في القائمه، لان طبعا الاماكن اللي فاضيه معروف رحل مين، اللعيبه اللي بتعيد معروفين. ففاكر انت عندك 15 لعيب زياده، دي طبعا ازمه كبيره جدا، فيبقى في كان لازم يبقى في خساير، لعيبه هتخرج. يعني في الظروف العاديه في لعيبه من اللي مشيت من الاهلي ما كانتش هتمشي. لو الاهلي ما كانش عنده مشكله، واحد زي احمد حمودي ما كانش هيمشي، واحد زي حمدي. ويعني سمع كلام ان مارتن لاسارتي مقتنع جدا باحمد حمدي وعاجبه احمد حمدي ان هو يكون موجود معاه الموسم اللي جاي. لا هو مش قصه كده، واحمد حمدي ممكن يتأيد بس مش للسبب ده. احمد حمدي فاضل له سنتين في عقده. صحيح. احمد حمدي عشان الاهلي كان حابب لو هيعير احمد حمدي لازم كان يمد عقده، دخل شرط الاهلي، اللاعب رفض ان هو يمد عقده، فبالتالي خلاص اصبح وجوده امر ضروري، لان الاهلي اعاره من غير ما يمد عقده لما يرجع له فاضل له 6 شهور بس ويمشي لاي نادي، يقدر يشتريه بحاله انه يبقى ليه الاولويه في شرائه، حال ان هو يدفع مبلغ معين، وده اللي حصل مع اسلام محارب. الاهلي باعه ب 4 مليون، وفي بند في العقد ان هو يديله الحق ان هو يقدر يشتريه تاني لو اراد ب 8 مليون، نفس الكلام لعمر بركات، الاهلي كان باعه للجونه ب 2 مليون برضه في نفس الوقت لو حد يشتريه تاني 4 مليون، ده هيحصل تقريبا مع اي لاعب هيتم بيعه، وطبعا لازم النادي اللي قدامك يوافق، يعني طبعا امر ضروري، بس اعتقد ان اللعيبه اللي جايه برضه في لعيبه خطر، يعني الاهلي شايف ان في خطوره رحيلهم، زي مثلا عندك مؤمن زكريا، عندك مؤمن زكريا. اخر تفاصيل مؤمن زكريا، يمكن قاعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكلام كتير عن مؤمن زكريا، اخر تفاصيل مؤمن زكريا، هل هيكمل في النادي الاهلي ولا هيرحل عن النادي الاهلي؟ ما ينفعش يكمل في الاهلي. هو ما ينفعش يكمل، انا لو قلت لك يا يحيى في اول الكلام الموضوع مش موضوع ان هو فنيا بس، الموضوع مش فنيا دلوقتي بس، مؤمن زكريا لا يختلف احد عليه. مؤمن زكريا لعيب كبير، لعيب مهم جدا وكل حاجه، بس هتحطه فين؟ هتوديه فين؟ انت مسجل 26 وعندك 4 اماكن هتأيدهم، خلاص معروفين هم مين. مؤمن زكريا ملوش لعيبه اللي هتمشي، يعني برضو فكره ان هو يتحط بند في ان هم يرجعوا تاني ده امر محطوط، فكره ان انت هتدي سيجنال كذا لعيب ده امر برضو هيحصل. فهي مشكله القايمه بصراحه مشكله كبيره، يعني بجد الله يكون في عون اداره الاهلي فيها دلوقتي. كمان قرار اتحاد الكوره كان قرار مفاجئ بالنسبه لهم، طبعا ما كانش معمول حسابه الموضوع ده، عشان كان يتحل لازم ياخد له 2 3 سنين على الاقل عشان تبتدي تعرف تسوق لعيبتك بشكل امثل. كمان كارثة 97، الغاء مسابقه 97، الاهلي فقد فريق بالكامل تقريبا. صحيح، يمكن الفريق كله رحل. النهارده لسه لعيب منتقل لسموحه، يوسف اللي هو كان كابتن فريق 97 انتقل لسموحه، فاعتقد ان خلاص يعني انت كده في خسائر، في خسائر الاهلي بيحاول دلوقتي انه يقلل الخسائر لاقل معدل، يعني هو بيحاول دلوقتي ان هو في خسائر طبعا بسبب بيدور ان هو يخرج اقل لعيبه تخسره فنيا في الموسم اللي جاي، تخسره فنيا ويقدر يبيع باي شكل، يقدر يحقق اي استفاده ماديه من اللعيبه اللي هيفرط فيها. شايفين في توأمه بين النادي الاهلي ونادي الجونه، يعني اغلبيه اللعيبه اللي بتخرج سواء اعاره او بيع بيكون يا اما نادي الجونه يا اما سموحه ممكن لاعب او اتنين، يعني هل ده بسبب وجود مثلا حسام غالي في نادي الجونه فحصل زي توأمه بين النادي الاهلي ونادي الجونه؟ اكيد طبعا حسام غالي ليه دور، بس هو الدور الاكبر في حاجه ثانيه مهمه جدا، ان الاهلي ليه سياسه معينه وليه سيستم معين، اللي بيقعد في الاهلي فترات طويله من الصعب انه يروح اي نادي ثاني. فهم شايفين ان الجونه هو المناخ الاقرب للاهلي او انسب محطه ان هو ممكن يرجع منها للاهلي تاني. لا مش قصه انسب محطه، في محطات ممكن تبقى انسب، هي القصه ان هو المناخ اللي هو عايش فيه، المناخ الاحترافي، الطريقه اللي بيتم التعامل بيها، يعني اشبه ما يكون، يعني اقرب حاجه ممكن تبقى الجونه، بحكم ان اللي شغالين في الجونه كلهم من النادي الاهلي، يعني فهم حافظين السيستم وبيطبقوا السيستم، وفي نفس الوقت اداره واعيه، اداره الجونه اداره نادي واعيه، في نفس الوقت بتوفر المناخ، بتسيب الحريه للاداره الفنيه واداره جهاز الكوره وليها كل القرارات، فهم بالنسبه لهم شايفين المناخ ده افضل حاجه، عايز النادي مستقر، نادي ما يبقاش فيه مشاكل، نادي يقدروا ياخدوا فلوسهم المشروع نفسه ككل هو يعني اعتقد اكبر مكسب ليهم. هو بالنسبه لهم بيبقوا رايحين للمشروع اكتر. طبعا حسام غالي يرتبط بعلاقات كبيره جدا مع عدد كبير من اللعيبه، لعب معاهم، لعب مع اللعيبه دي، لعب مع لعيبه كتير منهم، فيعني في امور كتير بتخلي اللعيب يفضل ان هو يروح للجونه اكتر من اي نادي تاني. يعني خليني اسالك عن برضه موقف رمضان صبحي وصالح جمعه، يمكن كنت بتكلم عنه شويه، هل ده امر طبيعي ان هو يحصل ودينا رفزت ماتش، ولا ده بيبين ان في فجوه بين المدير الفني واللعيبه؟ لا يعني الحاجات دي ما لهاش علاقه بالمدير الفني اصلا، يعني الحاجات دي حاجات اداريه وكده، بس انا شايف ان الموضوع بمنظور مختلف شويه، يعني اي لعيب في ماتش يطلع بره
هيبقى عايز يلعب، عايز يكمل 90 دقيقه، مباراه سهله، مباراه يقدر يحقق يسجل فيها، مباراه يقدر فيها بشكل كويس، فاي لعيب بيبقى حابب ان هو يظهر بشكل كويس. بس المشكله مش في كده، المشكله في اللي جاي. يعني الاهلي دلوقتي يا كنت بتتكلم قبل ما ادخل معاك ان انت بتتكلم ان الاهلي عنده لعيب واثنين وثلاثه واربعه كمان في اماكن وكلهم نجوم. يعني لما تيجي تتكلم في مركز صانع العاب اللي بيلعب فيه صالح جمعه، عندك وليد سليمان، عندك محمد ديابشه، عندك ناصر ماهر حسام عرض وعمار حمدي، عندك لعيبه كبيره جدا طبعا. فما فيش مجال لكده، اي لعيب هيتجاوز او اي لعيب هيحصل منه اي حاجه خارجه لازم اداره الكوره يبقى ليها مواقف حازمه، لان هي لو اصعب حاجه السيطره على النجوم. هل في نيه من النادي الاهلي لاعاره عمار حمدي مره ثانيه ولا لا؟ لا لسه، يعني لسه عمار حمدي، اصل عمار حمدي في ميزه ان عمار حمدي يعتبر 99 صحيح مسابقه، فلعيب يعني رحيله مش هيفيد النادي، الاهلي مش مضطر انه يمشيه دلوقتي، الاهلي مضطر ان هو يعني يسيبه بشكل كبير دلوقتي. شايف يعني استعدادات النادي الاهلي اخيرا بقى عراقي كده لمباراه بيراميدز، مباراه مهمه جدا اعتقد للنادي الاهلي، هل في استعدادات وفي تركيز من النادي الاهلي؟ طبعا مباراه مهمه جدا، يمكن الجهاز الفني ابتدى يعني يشوف فرقه بيراميدز واللعيبه بتاعتها ويشوف الفريق، المباراه النجم الكونغولي فريق اتوالي الكونغولي تم برضو مشاهدتها من قبل الجهاز الفني، تمهيدا طبعا ان هم يبتدوا يتكلموا مع اللعيبه على نقاط القوه ونقاط الضعف في فريق بيراميدز. مباراه مهمه جدا، مباراه مرتقبه، الكل عارف اهميتها، اول واحد لصارتي عارف ان هو يعني في مشكله بالنسبه له لو خسر البطوله زي دي، هيبقى في فجوه، يعني هو اساسا في بينه وبين الجماهير فجوه كبيره جدا. صحيح. اعتقد يعني لو خساره الاهلي لبطوله الكاس، خساره الاهلي لبطوله الكاس هتكبر الفجوه دي بكتير. مش اكيد ان لاطارتي يمشي، يعني في كلام ان هو ممكن يمشي بعد المباراه دي، بس لا، هو الاقرب ان هو مكمل في ايا كان نتيجه المباراه، بس اعتقد ان خساره الاهلي لبطوله الكاس دي يعني هتخلي في حاله انعدام ثقه كبيره جدا في لاطارتي، هتاثر عليه طول الموسم. فاداره الاهلي عارفه كده، الجهاز الفني عارف كده، عارف ان المباراه مهمه جدا، عارف المباراه يعني دايما في حساسيه بين الاهلي وبيراميدز في امور كتير، فهتلاقي ان المباراه زي مباراه ديربي كده، مش مباراه سهله، يعني مباراه ليها ابعاد كتير. بيراميدز كسب الاهلي الموسم اللي فات مرتين، دي حاجه ما بتحصلش كتير، فاكيد الاهلي كمان بسبب نتائج النادي الاهلي وبيراميدز في الموسم اللي فات. طبعا الاهلي مش متعود ان هو يخسر من فريق مرتين، من اي فريق مرتين في بطوله الدوري، فاعتقد لا، يعني هو بس القصه كلها يعني اللي انا كنت بكلمك فيها من في حته الغضب بعض اللعيبه وكده، لازم في حزم جديد جدا الفتره الجايه. بس شايف يا عراقي ان بيراميدز هيكون بنفس القوه، يعني في ماتش الكاس ده هيكون بيراميدز نفس قوه الدوري ولا لا؟ مش هو مش قصه الاهلي كان افضل من بيراميدز في الماتشات اللي خسرها، القصه مش كده، القصه ان النتيجه كانت كده، بس بيراميدز دلوقتي فرقه قويه، فرقه مش ماشي في لعيبه كتير راحت مهمه زي كينو بينافنتي وسيفوينتي وخربين، يعني اسامي كتير راحت، بس في نفس الوقت قدر ان هو يعوض بلعيبه مهمه، لون عطوي لعيب مهم جدا، اعتقد ان هو بيمثل يعني اضافه كبيره جدا لفرقه بيراميدز، سام برضه اسلام عيسى لاعب مهم جدا وبيمثل اضافه كبيره، محمد فاروق برضه رجع التدريبات كان مصاب ما لعبش الماتش اللي فات برضه بيمثل اضافه، عبد الله السعيد لسه موجود. هو يمكن اعتقد ان اللي عامل فجوه شويه في بيراميدز هو رحيل كينو، هو حاول يعوضه باسلام عيسى لان هو اللي بيلعب نفس الحته يعني. طبعا يعني هو فريق بيراميدز فرقه قويه، بس اعتقد ان الاهلي برضه كسكواد اكيد اقوى، الاهلي يملك، انا من وجهه نظري يعني ان الاهلي يملك يعني مستوى لعيبه افضل، يعني لما نيجي نلعب بطل يعني في مباراه افريقيا يكون لعيبه الصفقات كلها جديده، لو هم كان كل الناس شايفه ان هم نجوم كبار كلهم بره السكور، فده يدل على قوه الاهلي ويدل ان الاهلي قد ايه قوي وقد ايه عنده لعيبه كبيره جدا وقد ايه فكره ان انت تلعب في الاهلي بشكل اساسي موضوع صعب، عشان كده اي لعيب بيلعب بشكل اساسي في الاهلي لازم يبقى حاسس بالخطوره ولازم يبقى مركز في الملعب بس، ما يركزش في اي حاجه ثانيه غير الملعب، لان هو لو يعني الجهاز الفني عنده المرونه ان هو ممكن يستغنى عن اي حد. يعني في وقت من الاوقات ممكن ما يبقاش عندك لعيبه، فتقدر يبقى لو حتى لو لعيب تجاوز يعني تتجاوز عن الخطا، يمكن ده ما بيحصلش في الاهلي، بس دلوقتي كمان الموضوع بقى اكتر، انت عندك نجوم في كل مكان، كل مركز فيه لعيب واثنين وثلاثه، فده بيدي يعني سهوله شويه للاداره او لجهاز الكوره ان هو يبقى فيه حزم وفيه انضباط، لان ده الاساس البطوله، دايما الحزم والانضباط. لو اتكلمت مع لعيبه الاهلي كنت بتكلم معاهم مع كذا لعيب ايه سبب خساره بطوله افريقيا، يقول لازم يرجع الحزم والانضباط بتاع زمان، الحزم والانضباط اللي هو يخلي فريق الكوره كله عارف هو بيعمل ايه، كل صحيح على قلب راجل واحد. واعتقد ان ده يعني واعتقد ان ده دلوقتي هو ده اللي قرب يوصل له خلاص النادي الاهلي يمكن بنسبه كبيره جدا. بشكرك اكيد شكرا جزيلا الاستاذ محمد العراقي الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني ودايما بسعد بوجودك معايا.